الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان الهيار رئيس الدولة حفظه الله ورعاه وتوجيهات أخي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبتوجيهات سامية من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي حفظك الله ورعاك يا أبو راشد، مهتم وداعم هذه الرياضة العربية الأصيلة. الله الشوط الأول، الشوط الأول، شوط الحماس، شوط الإبكار، شوط الذلل، شوط الشعارات الرسمية، شوط الشعارات الحماسية، يوم تنزل في معارك الاحتفال يا المري ما تفيدك غير اللي سابق قصيل. يلا يا شاعر، يلا يا شاعر، افرحنا ببيتين ولا بقصيدة هنا مع مياسة السعيد بن محمد بن سعيد المري، احد الشعارات، احد الاسامي الذي لها مواقف في هذا العالم. النقل على المركز الثاني الواصلة، مطر بن سعيد بن حلوة الاشتبي شديدة تأتي ثالثا، وسهيل بن خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري. النقل على المركز الرابع، اللي في المركز الرابع زعفرانة مع سعيد بن راشد بن سعيد بن عبيد النيادي، وهناك شموخ ايضا حميد بن محمد بن معصم الفلاسي. هكذا كانت نتيجتنا ايها الاخوة للمراكز، ذعناها عليكم. انطلق شوط الحماس، انطلق شوط العمالقة، انطلق شوط الكبار. يا هل ترى الى اين سوف تشد رحالي هذه الانطلاقات، هذه الاسامي التي تقريبا هناك 8 اسامي الذي لن يحن موعد دخولها، ولكنها الواصلة اوصلت الواصلة مع شعارها، مع مضمرها، مع ادائها الجميل. مطر بن سعيد بن حلوة الاجتبي من يقدمها على صدارة، ولكن اللي غيرت، اللي غيرت، اللي زينت ميدانها هناك شديدة مع سهيل بن خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري. نقلتنا على ثالث المراكز بياسة العود. يلا يا المري، انتصفنا المسافة، انتصفنا الطريق 1500 متر هناك انقضت، ولكن المتبقي من عمري هذا الشوط 1500 متر. المركز الرابع زعفرانة النيادي، النيادي ينادي مع الأسامي الكبيرة، يبحر مع الأسامي الكبيرة سعيد بن راشد بن سعيد النيادي. وفي المركز الرابع خامس المراكز شموخ ايضا حميد بن محمد بن معصم الفلاسي، الفلاسي الالف ومئتين متر اللي يفصلنا عن خط النهاية. الله يا الحميري، يا ابو راشد، يا ابو راشد، يا راعي الاسامي الكثيرة، راعي الاسامي المميزة الحاضرة سواء في هذا الميدان او في اي ميدان. سهيل بن خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري الذي ما زال صامدا مع شديدة، ولكن الواصلة عندها كلام ثاني. مطر بن سعيد بن حلوة الاجتبي ايضا هناك زعفرانة سعيد بن راشد بن سعيد بن عبيد النيادي، 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 الاسم اللي ما يبنى له طاري. مطر بن دحروي مطر بن محمد بن دحروي العامري مع السفانية. اللحظات الجميلة، اللحظات الجميلة. الله يا الواصلة، يا الواصلة، قلت لكم وصلت الواصلة عند منتصف الطريق، ولكن ولكن ابو سعيد، ابو سعيد هناك من الجانب الاخر النيادي والحميري. لمن هذا الشوط يا هل ترى؟ قدمني يا خليل، خلني اشوف الواصلة، خلني اشوف الواصلة. زعفرانة من الجانب الاخر، اللحظات الجميلة. يا ابن حلوة، يا ابن حلوة، الله يحلي ايامك يا ابو سعيد، الله يحليها، الله يحليها مع هذه الحلوة، مع هذه الجميلة، مع هذه المميزة. السبوق تريح اعصابك يا ابو سعيد، تشتهر ويشيع طاريها لو تعشيها الواصلة على ثيابك، لو تعشيها على ثيابك ما تضيع مروتك فيها، ما يضيع تضميرك. اشهد ان ما خيبت الظن. سلام، سلام بن حلوة، مطر بن سعيد بن حلوة الاجتبي، شكرا يا ابو سعيد، شكرا بن حلوة. مركز ثاني سيد بن خليفة بن عبيد الحميري، مركز ثالث سعيد بن راشد النيادي، المركز الرابع مطر محمد بن دحروي العامري، وفي المركز الخامس
شعار الغويص هنا مع منصور من سيب من خلفان. الغويص من أتى بتنوير. الله سلامي عليكم يا أهل الخوانيج، صباحكم خير يا أهل الخوانيج، صباحكم تعلق هنا مع الواصلة ما شاء الله. مطر بن سعيد بن حلوة الاجتبي من تعلق في شوطنا الأول الرئيسي. سلامي للخوانيج. 4 دقائق 38 78 جزء من الثانية. تهانينا ولمالك ملك هذا الشوط الثاني والناموس مطر بن سعيد بن حلوة.